السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الدال بآثاره على وجوده وبتتابع آلائه على عظيم جوده المستشهد بافتقار موجوداته إليه على غناه وبإنفاذ الحكم فيها على قدرته وبإتقان التدبير فيها على حكمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله خلفائه في الدين وأمنائه على الكتاب المبين. اللهم صل وسلم على حبيب الله الذي اصطفاه وشرفه على البرية واجتباه، صاحب الخلق العظيم والمؤيد بالقرآن الكريم، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على حجة الخصام وباب المقام ودليل دار السلام، رضي الولاية الكبرى وأخي الرسول في الأولى والأخرى، سيدنا ومولانا سيد الأوصياء أبي الحسن والحسين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم على بضعة الرسول وسليلته وشريكة الوصي وحليلته، الجوهرة القدسية والمطهرة من كل غيبة، الميمونة النقيبة، سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم صل وسلم على غوثي الأمة من الخطوب المدلهمة وبابي الرحمة لتفريج كل غمة، النورين الساطعين فلا تنكرهما أي عين بصيرة، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى، وسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل وسلم على الحجج العظمى للسالكين والعروة الوثقى للمستمسكين، الآيات البينات التي يهتدي بها أولو البصائر، السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن، صلاة تهتدي بها القلوب وتنزه بها النفوس ويفرج بها عن الكروب. اللهم صل وسلم على وعد الله تعالى لعباده بالفرج وسيفه الذي أعده لتقويم العوج، أمان الخائفين من أهل الدنيا وقائد المؤمنين إلى الذروة العليا، أمين الرحمن على أسرار القرآن وخليفته على الإنس والجان، سيدنا ومولانا أبي القاسم المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وشيعته وأوليائه والممهدين لدولته سلام الله عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وبلغهم في الدنيا والآخرة أقصى الأمنيات وأسكنهم الدرجات العاليات، واكفنا وإياهم شر الظالمين من جميع العالمين، إنك أرحم الراحمين. أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا في بيان مقومات التشيع الصحيح والانتماء الصادق لأهل البيت عليهم السلام. ما هي تلك الأسس؟ ما هي تلك الصفات؟ ما هي تلك المقومات التي تجعلنا صادقين في دعوانا أننا ننتمي لأهل البيت؟ وذكرنا بعضا منها وهي مجملة في هذه الأركان الأربعة: العقيدة الصحيحة، العبادات المشروعة، الشعائر المأثورة، والأعمال الصالحة، والأخلاق الحميدة. ونحن نذكر في هذه الخطبة الثانية بعضاً آخر من تلك المقومات، ومنها الحفاظ على روح الجماعة
وقوة العلاقات الاجتماعية. أيها الأخوة والأخوات، حينما نتتبع الأحاديث التربوية التي وردت عن أئمة أهل البيت في حرصهم على سلامة العلاقات الاجتماعية بين المؤمنين والحفاظ على قوة العلاقة، نجد الشيء العجيب، حتى أننا حينما نقرأ بعض الأحاديث نجد شيئا عجيبا في حرصهم الكبير على إبقاء العلاقات الاجتماعية قوية بين المؤمنين، أن يبقى الانسجام، تواصل، الألفة، تواضع، تعاطف، تراحم بين المؤمنين مستمرا. يحرصون أشد الحرص على إبعاد المؤمنين عن التقاطع والتهاجر وغير ذلك من الصفات التي تؤدي إلى تفكيك الأواصر الاجتماعية وضعف المجتمع. وسأذكر رواية كثيرا ما نذكرها لأنها صعبة في التطبيق ولكنها عظيمة الفائدة. لذلك أيها الأخوة والأخوات، من صفات المنتمي الصادق لأهل البيت عليهم السلام أن يحافظ على قوة علاقته الاجتماعية وتواصله مع إخوانه المؤمنين على الرغم من وجود أسباب الاختلاف والتقاطع بينهم، ولكنه يحرص من خلال المجاهدات النفسانية والتغلب على الأهواء والأمزجة، والشيطان يحاول أن يتغلب على كل ذلك من أجل أن يبقي هذه العلاقة قوية، لأن المجتمع لا يستطيع أن يصل إلى غاياته وأهدافه في الحياة الدنيوية والأخروية إلا إذا كان المجتمع متماسكاً في علاقاته الاجتماعية. لذلك إذا أردت أن تعرف أيها المؤمن أنك صادق في تشيعك لأهل البيت، انظر في قوة علاقاتك الاجتماعية وكيف تحافظ على هذه العلاقات مع الآخرين. لذلك نذكر هذا الحديث: لا يفترق رجلان، عن الإمام الصادق عليه السلام، لا يفترق رجلان على الهجران إلا استحق أحدهما البراءة واللعنة وربما استوجب ذلك كلاهما. نعم، افترقا وهم قد تهاجرا وتقاطعا وتخاصما. الإمام يقول أحدهم لا شك حينما تهاجر وتقاطع أحدهم ظلم الآخر وتجاوز على الآخر وأساء إلى الآخر، أحدهما ظالم والآخر مظلوم. الإمام يقول أحدهما استوجب البراءة واللعنة، ثم يضيف عبارة أخرى يقول وربما استوجب ذلك كلاهما، الظالم والمظلوم. الراوي يتعجب، أحدهما يستحق الظالم، لماذا المظلوم يستحق ربما؟ لما يقول ربما استوجب ذلك، لماذا المظلوم يستحق البراءة واللعنة؟ لاحظوا إخواني، قال هذا الظالم فما بال المظلوم؟ يسأل الراوي. شوفوا الجواب إخواني أعزائي المؤمنين الصائمين، لاحظوا جواب الإمام عليه السلام كيف هو حريص في الدنيا على أن تبقى العلاقة الاجتماعية قوية، أن يبقى التواصل والانسجام والتآلف بين المؤمنين، وإن استوجب ذلك في الدنيا أن يتنازل الإنسان المؤمن عن بعض حقوقه المعنوية. لماذا؟ يقول الإمام بالدنيا نريدكم متصافين متآلفين منسجمين، الآخرة قد يقول الإنسان أنا مظلوم، أين حقي؟ هل يذهب حقي هكذا هدرا؟ الإمام يقول لهم تظهر هناك الآخرة، لا يذهب حقك في الدنيا، نريدكم متصافين متواددين متواصلين، في الآخرة هناك حكم عدل وهناك محكمة عادلة. أيها المظلوم، الله تعالى الحاكم العدل سيأخذ لك بحقك ممن ظلمك. لاحظ الإمام ماذا يقول:
ثم يقول هذا الراوي يتعجب، هذا الظالم فما بال المظلوم؟ الإمام يقول: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتعامس له عن كلامه، لا يتعامس، لا يتغافل، لا يتجاهل. هذا المؤمن صدر منه كلام أساء، جاوز على أخوه كلام مؤذي جارح. الإمام يقول: تغافل، تعبيرنا العام يسوي نفسك كأنك لم تسمع هذا التجاوز من أخيك، لا يتعامس، لا يتغافل عن كلامه. يقول: سمعت أبي يقول: إذا تنازع اثنان فعاد أحدهما الآخر فليرجع المظلوم لصاحبه حتى يقول صاحبه: أي أخي أنا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فإن الله تعالى حكم عدل يأخذ مظلوم الظالم. يقول: صار نزاع بين اثنين وإساءة وتجاوز، انتهى ذلك ربما إلى الخصام والتقاطع. الإمام يقول: أنت المظلوم، تعال إلى الظالم ولا أخي ما يخالف، أنا اللي جاوزت عليك، أنا اللي أسأت. لماذا؟ حتى لا يبقي هذا التقاطع والهجران بينك وبين أخيك، وربما يمتد إلى عائلتك وعائلة هذا الشخص الآخر، ربما يمتد إلى أصدقائك وأصدقاء ذلك الآخر، وتتسع رقعة الخصام والتهاجر بين المؤمنين. لذلك الإمام يقول له: الآن اكتم في داخلك من الأذى وانتظر يوم القيامة، ستكون هناك المحكمة العادلة، حقك لا يضيع، انتظر يوم القيامة، حينئذ فإن الله تعالى سيأخذ لك بحقك. ولكن في الدنيا أيها المؤمنون، أهل البيت يقولون: نريدكم متصافين، متواددين، متصل دائما، تعاون بينكم. هذه الأمور تجاوزوا عنها في الدنيا من أجل أن يكون المجتمع قويا متماسكا، يستطيع أن يواجه مهام الحياة ويؤدي الأهداف المطلوبة منه. الأمر الثاني، الصفة الثانية، إعطاء المقومات التربوية والأخلاقية أهميتها. أبين لكم إخواني هذه القضية، نلتفت إليها، مهم. الإنسان له احتياجات متعددة، جسدية، عقلية، روحية، تربوية. إن لم يشبع جميع هذه الحاجات لا تنتظم حياته، لا ينال السعادة المطلوبة، لا يستقر الوضع للفرد والمجتمع. أحياناً مطلوب، هذا مطلوب التوازن، أحياناً الإنسان فرد ومجتمع يعتني ويهتم بجانب أكثر بكثير من جوانب أخرى مهمة، ولا يعتني بتلك الجوانب المهمة كما يعتني بالأولى، بل يغلب الاهتمام والاعتناء ببعض الجوانب على الجوانب الأخرى. أعطيكم مثال إخواني، شوية مثال مهم الآن. أن الآن مطلوب منا أن يتعلم الطالب منا هذه العلوم الأكاديمية التخصصية، مطلوب اهتمام واعتناء وبذل وقت وجهد من أجل أن نترقى ونصل إلى مراتب علمية تخصصية مهمة، ولكن أيضاً الاهتمام والاعتناء بالأخلاق والتربية ينبغي أن يكون متوازناً وينال استحقاقه من الاهتمام. لاحظ، ابتداءً من الأسرة والمدرسة والجامعة. الآن ما هو الحل؟ الأسرة كما تعطي اهتماماً واعتناءً بالمستوى العلمي والأكاديمي لأولادها، عليها أن تعطي نفس الاهتمام والاعتناء الكبير بأخلاق وتربية أولادها على الأخلاق الفاضلة، وتهذيب نفوسهم من الرذائل ومذام الصفات. في المدرسة كما أنه يعتنى بالدروس الأكاديمية التخصصية، ونهتم بوصول الطلبة إلى مستويات من النجاح عالية، لابد أن يكون هناك اهتمام أيضاً واعتناء بدروس الأخلاق والتربية، لأن هذه العلوم لا ينتفع بها كما ينبغي إن لم يصاحبها اهتمام مماثل واعتناء كبير بالأخلاق والتربية، بل ربما تنقلب إلى شر ووبال وضرر وأذى على المجتمع إن تلوثت نفوس الذين يدرسون بمذام الصفات. لذلك لابد أن نبتدئ من الأسرة،
مدرسة، جامعة، دائرة، مؤسسة، في كل مكان أن يكون هناك اهتمام. هذا ما أكد عليه الأئمة عليهم السلام، لابد أن يكون هناك اهتمام بالبناء التربوي والأخلاقي والروحي للإنسان، خصوصاً الأطفال والشباب الذين هم أكثر خطورة وعرضة للملوثات من المفاسد والأخلاق السيئة إن لم يعتنى بهم بهذا الجانب. لذلك لابد أن يكون هناك توازن، اهتمام، كما نهتم بالجوانب العلمية، بالجوانب الخدمية، نهتم أيضاً بما ينبغي من الاعتناء والاهتمام بالجوانب التربوية والأخلاقية والروحية في كل مكان، خصوصاً في مرحلة الطفولة والشباب، وحتى في مرحلة الكبر، وحتى في الدائرة وفي الأماكن العامة. لابد أن يكون هناك اهتمام من الجميع والاعتناء بالوصول إلى المراتب المطلوبة من الأخلاق والتربية الأخلاقية. المسألة الثالثة المهمة وأرجو الاعتناء بها، من صفات المنتمي لمذهب أهل البيت أن يكون على يقظة ووعي من مخاطر الأكاذيب والشائعات، خصوصاً مع وجود وسائل الإعلام وهذه الوسائل التواصل التي انتشرت في كل مكان، بل أصبحت تلازم الإنسان ليس كظله بل كنفسه وروحه هكذا، وهذه المخاطر تشتد وتعظم. إخواني وأخواتي، كلامنا ليس في الكذب العادي، وإن كان الكذب العادي من المحرمات من الكبائر، مفتاح من مفاتيح الشر الكذب، ونلتفت إليه، إنما كلامنا في الأكاذيب التي تنتشر على نطاق واسع في المجتمع بحيث تشكل مخاطر عظيمة ليس على مستوى الفرد بل على مستوى المجتمع بأسره، خصوصاً إذا تناولت هذه الأكاذيب شخصيات وجهات مهمة وعظيمة في المجتمع، نلتفت إلى هذا الأمر. لذلك ينبغي الحذر هنا حينما نجلس أمام الفضائيات، وحينما نقرأ ما يكتب في جميع وسائل التلقي والتواصل، لابد أن نكون على يقظة وانتباه، ونضع القواعد الأساسية التي وضعها القرآن الكريم، والتي سأبين بعضاً منها في كيفية تلقي هذه الأخبار والآراء والتحليلات. ليس مقصودي فقط الخبر، أحياناً عندنا خبر، أحياناً عندنا رأي، أحياناً عندنا تحليل، أحياناً عندنا مقالة. كل هذه الأمور كيف أتعامل معها، وخصوصاً في الوقت الحاضر المصيبة الكبرى التبست علينا الأمور. لا أدري هذا الرجل الذي يكتب ويتحدث ممن يوثق به أو لا يوثق به، هذه الجهة التي تتحدث وتكتب وتلقي هذه الآراء والمتبنيات الفكرية وغيرها، هل هي مما يوثق ويطمئن إلى صحة ما تلقيه إلى الناس أم لا؟ أصبح من الصعب التمييز في ذلك. والمخاطر إخواني، نلتفت، مخاطر الأكاذيب والشائعات مخاطر عظيمة، كثيراً ما تحدث الفتنة والمشاكل ليس بين الأشخاص، بين العوائل والأخرى، بين الشرائح الاجتماعية بعضها مع البعض الآخر، بين أصحاب مذهب وأصحاب مذهب آخر، بين أصحاب اتجاه وأصحاب اتجاه آخر، بين أصحاب دين وأصحاب دين آخر، بين شعب وشعب آخر. كثيراً ما تؤدي هذه الأكاذيب التي تروج ويساعد البعض في ترويجها ونشرها إلى قتل أنفس محترمة بريئة مما ينسب إليها، الانتهاك أعراض هي أيضاً مما يحرم انتهاكها، وهكذا بقت سلب الثقة بين الناس، سوء الظن، تسقيط شخصيات مهمة في المجتمع لها وزن مهم ولها تأثير مهم ولها مكانة مهمة في المجتمع، تسقط من خلال بعض الأكاذيب
التي تروج والبعض ينشرها من دون دراية ووعي، فيؤدي إلى أن هؤلاء الناس يبتعدون عن تلك الشخصية العظيمة أو يضعف مقامها ودورها. والكثير ساهم في نقل تلك الأكاذيب وروج لها وهو لا يعلم تلك المخاطر العظيمة التي تنشأ عن قيامه ومساهمته في ترويج ونشر هذه الشائعات والأكاذيب والأباطيل خصوصاً على الشخصيات العظيمة. لذلك ينبغي أن نلتفت ويكون لدينا الوعي. وأعطي الآن ما هي القواعد الأساسية، كيف نتعامل مع الأخبار، مع الآراء، مع التحليلات التي تنشر وتروج، كيف نتعامل معها وفق الأسس القرآنية، وفق الآيات القرآنية. أو الأمر الأول، كيف أتعامل وأتلقى الخبر؟ هل أتسرع وأستعجل؟ خبر الآن ينشر، رأي، تحليل، مقالة، هل أتسرع وأتعجل في التصديق به ونشره؟ وحينئذ يكون ذلك استخفاف بالعقل وبالدين وبالأخلاق، أم أتريث وأتأنى وأتأمل؟ النقطة الأولى عدم، كيف أتعامل وأتلقى الخبر، أتأنى وأتريث. أمر الثاني، أبحث عن مصدر الخبر، أبحث عن مصدر الرأي، أبحث عن مصدر المقالة، هل هو إنسان وجهة يوثق ويطمئن إلى صحة ما كتبه وذكره؟ واحد، أم أنه إنسان يكذب، جهة تكذب. بعض لديه منهج في ترويج هذه الأكاذيب، في ترويج هذه الأمور الباطلة. أم أنه إنسان مشكوك في صدقه أو في كذبه، أو أنه إنسان لا يتأنى في نشر ولا يبالي في نشر أي شيء يطلع عليه. لابد أن أتأنى في ذلك. أمر الثالث، وأن أتأمل في مضمون الخبر، في مضمون المقالة، في مضمون الرأي الذي يلقى، هل هو من الأمور الصالحة؟ أرجع فيها إلى أهل العقل، إلى أهل المشورة، إلى أهل الدين، وأسألهم عن هذه الأمور. لاحظوا الآيات القرآنية التي تتحدث عن ذلك، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنا لا أعلم هل هذا الرجل الذي كتب، هل هذه الجهة التي كتبت هي من الجهات التي تعتني وتهتم وتتورع عن نشر الأكاذيب، أم أنها لا تهتم بنشر ما هو حقيقي وصادق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أتثبت، أتأنى، أتريث، أدرس هذا الأمر بصورة جيدة، ثم بعد ذلك أبحث عن الخبر. ثم أيضا الآية القرآنية، وهذه المسألة مهمة جدا، كثير منا بمجرد أن يتلقى هذا الخبر أو الرأي أو المقال ولم يتأكد من صحته أو حقيته يبدأ وينشر. هذا يشبه ما ورد في الآية القرآنية، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. خبر ليس بصحيح، شيء ليس بصحيح، أبدأ أنا أنشره وأروجه، وعندي سهل، ما أبسط هذا الشيء، خبر رأي أنشره للآلاف للملايين، عندي هين بسيط، أمر بسيط عند الله تعالى عظيم. لا أدري ماذا فعل هذا الخبر بالناس، لا أدري ماذا أحدث من فتنة، ماذا أحدث من شقاق، ماذا أحدث من اختلاف، ماذا أحدث من تسقيط اجتماعي لبعض الشخصيات المهمة والفاعلة في المجتمع، لا أدري، عند الله تعالى عظيم، وهو عندي أمر بسيط. هذه الحالة الآية القرآنية تنبه لأن الإنسان لابد أن وتقولون تلقونه، لاحظوا التعبير، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. الإنسان المؤمن يتلقى الخبر والرأي بالعقل وليس باللسان، ثم بعد ذلك يحاكم هذا الرأي والخبر وفق العقل والموازين العقلية، ونشره
وفق الموازين العقلية. الآية القرآنية تذم هؤلاء الذين هذه الحالة التي لديهم، الذين لا يبالون بأي شيء يسمعون ويقرؤون وينشرون ويكتبون، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. أنا لا أعلم هل هذا صحيح، هل هذا حق، هل هذا باطل، هل هذا كذب وافتراء، ثم بعد ذلك ينشر، وإذا هو عندك هين ولكن عند الله تعالى عظيم ووراءه عقاب عظيم. لذلك إخواني، خصوصا في الوقت الحاضر حينما انتشرت هذه الوسائل وبينا لكم، ضاعت علينا، لا ندري هل هذا الذي يتكلم موضع ثقة وصلاح واطمئنان ونطمئن إلى ما يكتب أم لا. ضاعت علينا، وأصبحت القدرات في الخداع والتضليل والكذب عظيمة عند هؤلاء، بحيث يضللون حتى بعض المؤمنين ويغيرونهم في وجهات نظرهم، وتنقلي عليهم الأخبار الكاذبة ويأخذون بها وبآثارها. لذلك لا بد هنا المؤمن يتلقى أي شيء من خبر أو رأي أو تحليل أو مقالة بعقله، يحاكمه بعقله لا بلسانه. حينما ينشر، ينشر بعقله، بدينه، بضميره. هذه هي القواعد التي يستند إليها المؤمن في ذلك. لذلك من هنا كما بينا في الخطبة الأولى، الإنسان ينتبه من هذه المخاطر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.